السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم واتمنى تكونون بألف خير، ولا تنسون الاعجاب والاشتراك في القناة. قبل ما نبدأ بالدرس اليوم معكم زياد هادي، الأستاذ في معهد دراسات الموسيقية في المعهد العالي للموسيقى في بغداد. اليوم عندنا احنا العود، وكثير من الأصدقاء يحبون انه يعرفون انواع الريش، والريش هي انواعها لازم تكونوا منتبهين عليها، وهذا مهم جدا اللي هي راح تناول. نفرض هذا، ناخذ هذا الوتر الري، ناخذ الري مثلا، هذا الري. اكو عدة انواع، اول ريشة لازم ناخذها هي اللي راح لازم تكون، شوفوها امامكم المسكة، اللي هي يصير 8 7 8 7، صدرة 1 2 3 4 1 2 3 4، هذه بالتمرين راح تفيدك. الريشة الثانية لجميل بشير اللي هي صير، يعني 8 8 8 7. النوع الآخر اللي هي فقط سبعات، هاي راح تقويك يعني بالسلم، عندما تستخدم السلم ليش السبعات؟ لأن السبعات احنا دائما عندنا 8 قوية، كل عازف 8 قوية، فعندنا السبعة ضعيفة. إذن السبعات، وأيضا عندنا مثلا الريشة مثلا الخليجية، وفي الريشة الخامسة اللي هي تكون والأخيرة اللي هي نتمنى بعد، طبعا بعد تطوركم بالعزف راح يكون طريقتها كالتالي. بدايتها صدرت، بعد مرور الزمن راح تاخذ وتناول، ثم تسرح. هذه هي أكثرية الريش المطلوبة لكم أنه تتمرنون عليها. إذن تمريننا دائما يكون لكن أنصحكم بالتمرين دائما سبعات إلى الأعلى، يعني أتمنى الاشتراك والإعجاب، وأي سؤال حاضر وجاهز لأي شيء. تحياتي لكم زياد هادي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.